السلام عليكم ورحمة الله، كديرين البنات؟ لاباس عليكم. اليوم جبت لكم المبرة كما طلبتوا مني، جبت لكم المبرة اللي كاينه في السوق والثمن ديالها. بالنسبة لهاد المبرة اللي كتشوفوا، الثمن ديالها 60 درهم للمتر. المبرة عادية كما كتعرفوها دائما، وهاد المبرة اللي كتشوفوا دابا كتجي طايحة وزوينة. الأولى كتجي واقفة، وهذه كتجي طايحة في اللبسة وأنيقة. كدير 100 درهم للمتر، وكنحتاجو في المبرة 3 متر، هادشي اللي معروف بالنسبة للقفطان عادي. أما إلا كنتو غديروه تكشيطة ولا قفطان بالنسبة للسيدة اللي كتلبس بزاف أو لباسة، تيخصها 3 متر ونص، وعلى حساب عاوتاني الموديل. إلا كنتي غديري قفطان كلوش تيخصك 4 متر حتى 4 متر ونص مثلا. وانتم غتشوفوا الخياطه ديالكم، هما يقول لكم العبار اللي غتاخذوا. بالنسبه لهاد المبره، هاد المبره ديال مبره جوهره محفره كما كتشوفوا، حتى هي باللوينات كما كتشوفوا زوينه بزاف، وعجبتني هكا محفره ومبره جوهره. اللي كنا كنعرفوا مبره جوهره عاديه، هذه محفره كما كتشوفوا اللوينات زوينين ما شاء الله. الانسان عنده فين يختار الالوان. وكنتمنى من الناس اللي كيدخلوا القناه يشتركوا باش يشوفوا الجديد، واي حاجه بغيتوها طلبوها مني. بالنسبه لهاد الجوهره لقيتها هنا ديال واحد السيده، قالت لي خداتها من السعوديه، يعني ما كايناش هنا كما كتشوفوا. المهم خذوا فكره باش اللي مشى للسعوديه ياخذ منها ان شاء الله. بالنسبه لهاد المبره، هي كتبع هكا مطروزه، فيها الطرزه في الصدر وفي اليدين، فيها لوينات واشكال الطرز متنوعه. الا بغيتو وجاوني الطلبات كتار، غادي نوريكم الزواقات والاثمنه ديالها. انا بغيت نوريها لكم ان شاء الله باش تاخذوا فكره، واللي بغات تقولها لي في كومونتير وندير فيديو خاص بها باش نعطيكم الاثمنه ديالها. ودائما كنطلب من المشاهدين يشتركوا في القناه ويشجعوا القناه باش نجيب لكم الجديد ثم الجديد في اثواب. هنا هذا السوق اللي حنا كنتواجدوا فيه هو سوق التوب بمدينه سلا، فيه بزاف ديال الحويجات زوينين او محلات كتار اللي فيها سلعه متنوعه. كما تشوفوا هذا نموذج من هذيك الطرزه اللي قلت لكم في هذه المبره المطروزه، وهذه مبره ثليجه كما كتشوفوا. هادو من الموديلات اللي كيتمشاو دابا بزاف واللي عليهم الطلب بزاف كما كتشوفوا. هما في اللوينات، هاد اللون الاسود اللي داخلين فيه بزاف تاع اللوينات، وهو اللي كيتمشى بزاف في هذه الفتره هذه. بالنسبه هنا ملبسه في واحد المانكان كما كتشوفوا، مدخلين معاها هاد اللون الاصفر كما كتشوفوا، الاصفر جا معاها غزال كما كتشوفوا، مدخلين فيها اللون بيستاش. يعني ممكن تلعبوا بهاد اللوينات اللي كاينين في القفطان. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، واي تساؤل حطوه لي في الكومونتير وغادي نجاوب عليه ان شاء الله. شكرا بزاف، الى اللقاء.